نظمت صبيحة اليوم المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم والوكالة الوطنية للدم الحملة الوطنية للتبرع بالدم تزامنا واليوم المغاربي للتبرع بالدم المصادف لليوم 30 مارس. هذا وأكد المفتش العام للأمن الوطني محمد الطاهر حشيشي أن هذه المبادرة من أجل مساعدة المرضى والمستشفيات. اليوم نشهد انطلاق المرحلة الأولى منها التي تصادف كما قال السيد المفتش العام اليوم المغاربي للدم، ثم كاين هناك مرحلة ثانية سوف تصادف اليوم الوطني للتبرع بالدم، وحملة أخيرة تصادف اليوم العالمي للتبرع بالدم. هو تقليد وسنة حميدة سنها عني السيد المدير العام للأمن الوطني منذ 2010. قلت أنه عدد الأكياس التي نتحصل عليها سنويا هو في تزايد، والحمد لله خلال السنوات الأخيرة كما كنا قد صرحنا بالأمس الثلاث سنوات الأخيرة نحن نصل الآن إلى حوالي 30,000 كيس حصلنا عليه من طرف مختلف مصالح الأمن الوطني الموزعة عبر التراب الوطني. إحنا المبادرة هذه يعني راهي سنوية والسنة الخامسة على التوالي. على كل حال المبادرة هذه رانا كل عام تبرعوا بالدم، وذلك لفائدة الكيلو وذلك لفائدة يعني المرضى والمسعافين على مستوى المستشفيات عبر كامل القطر الوطني. إن شاء الله تتعمم، ان شاء الله كما نقول لك الفكره هذه والمبادره هذه تكون ماشي غير على مستوى الشرطه، ان شاء الله المواطنين ثاني تيتوعاو ويعرفوا واش كاين، باسكو يعني التبرع بالدم هو دور حساس. هذه المبادره التي اتخذت من طرف قياده الامن الوطني المتمثله في عنايه السيد اللواء المدير العام للامن الوطني اللي يعطي اهميه قصوى لتبرع رجال الامن بعينات من دمهم من أجل مساعدة المرضى المحتاجين، مساعدة المستشفيات. وتعتبر المديرية العامة من الأمن الوطني رائدة وسباقة في هذا المجال، حيث تساهم بشكل أو بآخر في حماية المواطن وتدعيم المواطن صحيا وحمايته كذلك من بعض الأمراض، وهذا بمد أو بالتبرع بالدم.